بجدد التحيات لكم أصدقائي المشاهدين بهذه الفقرة وضمن هذه الفترة من البث المباشر طيلة النهار، مواكبة لكل ما يحصل في لبنان سياسيا وميدانيا. بسرني استضيف الباحث في علم الدماغ السلوكي الدكتور أنطوان سعد، أهلا وسهلا فيك عبر تلفزيون لبنان. شكرا دكتور. يعني من السؤال الأول، علم الدماغ السلوكي وين فينا نحطه بالسياسة اليوم؟ كيف عم بيتصرفوا السياسيين تطبيقا لهذا العلم؟ هذا العلم يدرس سلوك الإنسان بشكل عام، إن كان بموقع مسؤولية أو مش بموقع مسؤولية، لأن نحن عنا عدة أنواع مسؤولية. الإنسان بس نسمي أي إنسان مسؤول معناته يسأل، يعني بالإنجليزي بنقول responsible، يعني responsible يعني قادر أو متوقع منه أنه يجاوب، able to respond يعني بدي أنا إذا سألتك بدك تقلي إيه لا عم بدرسها عم بفكر بدي جواب. وrespond response يعني جواب مش reaction يعني ردة فعل. تعرف نحن كبشر دماغنا معمول بشكل يستبق الأمور، يعني بأي إطار ممكن نوجد فيه لازم نكون إذا عندنا نضوج على مستوى الجهاز العصبي والفكر إنه نستبق ما يمكن أن نتعرض له بالمستقبل القريب المتوسط أو البعيد، لأنه في عندنا منطقة بالدماغ، الدماغ الأمامي هم نسميها frontal lobe، بالجبين دغري ورا الجبين ورا الجمجمة، هون في هيدي المنطقة تميز الإنسان عن بقية المخلوقات، يعني بيقدر إنه إذا عم تشتغل بشكل مناسب بيطلع من الحاضر تبعه، بيروح على المستقبل، بيتوقع أو بيحسب ما قد يأتي عليه في المستقبل، وبيأخذ الاحتياطات اللازمة قبل ما يوصل هذا ما لا يحدث في لبنان. ما عم ناخذ الاحتياطات اللازمه برايك؟ صبته قسم كبير من الامور يلي عم نعيشها بانا تجربتي المتواضعه باللي عم شوفه. بتلاحظ انه ما عندنا ثقافه استباق الحدث. وهذا الشيء اللي تبين مش من زمان بقصه الحرائق. يعني مفروض يكون عندك وسائل انت تقول انه اذا صار عندي اي شيء اقدر طفي حريقة. شفنا انه موجود الشيء اللي لازم يطفي بس مش حاضر ليشتغل، يعني مش حاضر ليشتغل بسبب قلة المسؤولية اللي موجودة عند المسؤولين عندنا، يعني بسبب تعطيل الفرونتال لوب، الدماغ الامامي. شو اللي عم بيعطلهم اياه بلبنان المسؤولين؟ اكيد هلا عم نفوت نحن وياك تدريجيا عم نفكر على صوت عالي قدام كل المشاهدين يلي عم يحضرونا وهني رح ينقلوا للي ما عم يحضرونا، كيف نحن اجى الوقت نتعلم كيف دماغنا بيشتغل وكيف فينا نحن نشغله بطريقة أفضل لحتى ما نوقع بالمصايب المتكررة يلي دايما عم نوقع فيها. 90% من دماغنا بيشتغل بشكل أوتوماتيكي، ويمكن حتى 95% حتى من دماغنا مبرمج على أساس التجارب الماضية يلي مرقنا فيها. خلصت القصة. شو بضل عندك؟ 5%. 5% هن القسم يلي فقط قادر إنه يكون عنده تفكير واعي، تفكير حر بيخليك انك تحسب حسابات متحررة غير مبنية على الماضي تبعك، وتسمح لك انك تحسب امور ما صارت معك قبل، تفكر فيها وتعمل لها حساب وتعمل لها وقاية بالوقت يلي انت بعد ما صارت معك، يعني عندك هالقدرة انه
صغر من البرنامج العصبي يلي انت مبرمج عليه وبتشتغل بشكل اوتوماتيكي كانك عم تسوق سياره. انت عم تسوق ما راح تفكر لازم استعمل ايدي لحتى احرك الفيتاس او لازم استعمل اجري لحتى ادعس بنزين او فرن، بيصيروا بشكل اوتوماتيكي. نحن بالحياه منعيش متكأنه اوتوماتيكي يعني عم نسوق سياره، ما عم نفكر شو عم نعمل. سياره الوطن يلي اليوم نحن راكبين كلنا فيها، اللي عم بيسوقوها كيف عم بيسوقوها؟ هيدي المشكله الكبيره، مش عم بيلحقوا يدعسوا فريمات. ليه؟ مشان هيك عم بيصير معنا حوادث وساعتها بدك تشتغل شو بيسموها هيدي الكوارث، إدارة الكوارث من بعد ما تصير الكارثة. يعني ما في عنا استباق للكارثة، عم نضطر نحرك اللجان أو المسؤولين، عم نضطر نطلب المساعدات من الدول المجاورة، نطلب المساعدات من الأشخاص اللي من زمان وجر هيك. يعني الدماغ ملهي بقضايا أول شيء منا لأصحاب المسؤولية، لازم يكونوا هن عندهم بعض نظر هيدي أو ما يكونوا بالمسؤولية أو يكون عندهم بعض نظر. وإذا ما عندهم هالشي، نحن كمدرسة وعي عم نشتغل على كل شخص يقدر يستعمل طاقاته كلها، إن كان مواطن عادي أو إن كان بموقع مسؤولية معينة، شو ما كانت هالمسؤولية بالنهاية كل إنسان مسؤول عن حياته. صحيح. يعني أنت بدك تحافظ على حياتك، يعني إن كنت مسؤول بالدولة أو سياسي أو مدير بنك أو موظف بشركة أو بتشتغل على الطريق بتنظف الزبالة أو مين ما كان يكون، كل العالم بدهم يهتموا بحالهم. أنا اليوم بدي أعرف كيف فيني أنا حافظ على حياتي، لأنه الهدف تبعي اني اقدر استمر وما اوصل للي هلا نحن وصلنا له، يلي هو هالثوره الشعبيه الكبيره يلي عندها وصلت لمرحله ما بقى جهازها العصبي بيتحمل كل شيء مرقت فيه لتاريخ اليوم. نعم. وصار عندنا شيء بنسميه دايكوتومي او ديفيجن، انقسام اجتماعي مخيف. هذا الانقسام الاجتماعي هو يلي كنا دائما عم نحذر منه، انه لما بيصير في عندك فريقين بالمجتمع على مستوى الحياة اليومية، يعني فريق عنده صعوبات وعم بيعاجز وهو الأكترية، مقابل فريق تاني أقلية وعنده إمكانات كتير أكتر من الحاجة تبع الإنسان. هالانقسام بين مجموعة كبيرة عندها فقر ومعاناة وصعوبات يومية ومجموعة صغيرة مرتاحة على الآخر، هذا الانقسام يخلق تدريجيا ثورة داخلية عند الإنسان داخلية. وهلا بقول لك كيف تتكون الثورة بجوات كل إنسان لتوصل لمرحلة تعمل overflowing، يعني تعمل إفاضة مثل ما صار هلأ. كل العالم بتقول طيب معقولة وعي المجتمع اللبناني شو يعني وعي المجتمع اللبناني؟ ما حدا وعيه، وعي لحاله، بس بدنا نفهم ليش صار هيك، لحتى يعني بدنا ننصح السياسيين اليوم يلي مسؤوليتهم كتير كبيرة وبدهم ياخدوا قرارات. وأنا بعرف قديش كل واحد منهم حاسس حاله بحالة يعني منه مرتاحين. يعني شف لي شي سياسي واحد اليوم قاعد مرتاح وهيك مبسوط وبحالة رفاهية؟ لا، رغم انه ماديا كتير مرتاحين بس نفسيا كتير تعبانين. مشان هيك بدنا يمكن نعلمهم تكنيك صغيرة هيك بيقدروا هن يريحوا حالهم. هلا ما بدنا نريحهم هالقد كان بدهم يشتغلوا، بدنا نريحهم ليقدروا يشتغلوا. لانك انت تحت الضغط يمكن بتشتغل لدرجه معينه، بس لما انت الضغط تبعك بيتخطى قدراتك على التحمل ممكن تاخذ قرارات غير مناسبه وتسبب هالشيء ضرر لك اول شيء، لانه انت مسؤول وببليك فيجر اول شيء، العالم عم تطلع عليك وناطرتك ناطرت يطلع منك شيء قرار مناسب للمجموعه،
القرار ما في يكون مناسب لفئة معينة خاصة لفئة صغيرة. في اليوم انتظار لقرار واعي، هذا القرار الواعي لازم يكون إنسان عنده صفاء ذهني ليقدر ياخده. إذا ما كان عنده صفاء ذهني وتحت الضغط ممكن ياخد قرار غير واعي، ومثل ما قلت قبل شوي بأول حديثنا كرياكشن كردة فعل. نعم. وإذا كان أخذوا ردة فعل 99% بيكون خاطئ، بده يكون طيب. واعي هذا القرار. طيب بس خلينا نرجع شوي على المناطق ونروح إلى زحلة مناطيد الأمنيات، أطلقت في سماء عروس البقاع زحلة في هذه الأثناء من ضمن الثورة الحضارية التي تنتهجها مدينة زحلة. الطريق البحري من لعيبة والممتدة من نهر إبراهيم وصولا حتى طبرجة السير فيها متوقف بشكل كامل. إذن السير متوقف بشكل كامل على الطريق من نهر إبراهيم وصولا إلى طبرجة، وفي زحمة سير خانقة جدا على معظم الطريق البحرية من بعد تسكير الأوتوسترادات من الشمال من جبيل باتجاه بيروت. يعني هذه كانت كمان في معلومات اليوم أو من شوية عم بتقول إن السلطة السياسية تريد ضمانات بأن حراك الشارع سينتهي إذا تم تشكيل حكومة اختصاصيين. دكتور تنرجع إلى الواقع اليوم الموجود على الأرض، برأيك شو الخطوة اللي لازم يخدها الرئيس الحريري اليوم لتنفيذ هذا الاحتقان الموجود في الشارع؟ لك سؤالك كتير مهم. أكيد رئيس الحريري عم بيفكر بحلول مختلفة مش بحل واحد. نعم. وأنا ما بحسده على موقفه أبدا، بس بعرف أنه إذا قرر يحرك قدراته الذهنية يلي هن أبعد من التجارب يلي قطع فيها والارتباطات والتفاهمات اللي عنده إياها، بيقدر أنه يروح باتجاه يعمل تنفيس لهالاحتقان. بس قديش صعب اليوم يطلع من الارتباطات من الاتفاقات اللي هو عملها من ارتباطاته إن كانت داخلية من علاقاته الخارجية، كيف بده يطلع منهم كلهم؟ لحقلك شغلة، بس تكون أنت بحسب علم الجهاز العصبي والعلم الدماغ السلوكي بيقول لك كل ما انت يكون عندك اتصال مع ذاتك على مستوى التفاهم بينك وبين حالك، لانه نحن عندنا شيء بنسميه سيلف توك، نحكي مع حالنا بدون ما يطلع الصوت لبرا، بس نحكي مع حالنا يعني. وكلنا هلا كل اللي عم يحضرونا هلا بيكونوا عم يحكوا مع حالهم، عم بيقولوا يا بيوافقوا على الاشياء يا بيفكروا فيها بيرجعوا بيعيدوا حساباتهم يا بيعطوا رايهم. اوقات تاخذ نتفه وقت، بس انت بتكون عم ترجع لانك تعمل تناغم بينك وبين ذاتك العميقه، لانه في عندك مطرح هيدي بيطلع الصوت من عندك ذاتك العميقة كتير، هي بتقلك انه انا شو لازم اعمل وين انا لازم اروح. عندك اكيد تأثيرات وضغوطات عم يجوك من برا، بس دائما علاقتك بحالك هي لازم تكون طاغية اخدة بعين الاعتبار اكيد الامور يلي انت مرتبط فيها لبرا، وهيدي بتكون نتيجة قديش انت قريب من حالك. كل ما أنت كنت قريب من ذاتك أكثر، ما عندك تشتت خارجي، كل ما أنت قادر تأخذ بعين الاعتبار لبراتك، بس ولكن صوتك أنت داخل العميق هو اللي حيكون طاغي وهو اللي حيكون عم تصغيله أنت قبل ما تأخذ القرار اللي هو أقرب شيء لألك أقرب شيء لذاتك. هي نقطة كتير مهمة، لأنه كل واحد من الباقيين من الفرق الباقيين يلي هو متواصل معهم عنده الصوت تبعهم وعم يضغطوا بهالاتجاه، فهو ما بده يكون متشتت من هالناحية، وبده يعرف انه ايوه اعلى صوت لازم يكون صوته هو وصوت المجموعة يلي عم يسمعها بالخارج. هيدي نقطة كتير مهمة، هولي
لازم يسمعهم أكثر، لأنه المعطيات مختلفة كليا اليوم على الساحة. بده يفكر بطريقة مختلفة. أنا لما بكون بظرف معين فكر بطريقة، بظرف آخر فكر بطريقة تانية. الناس هلأ كانت بموقع تبعي، ما عاد بموقع تبعي، صارت بموقع مختلف كليا. يعني بدك تسألني شو اللي تغير على مستوى الناس، وشو لازم يتغير على مستوى المسؤولين. عندنا هولي نقطتين، لأنه أي نظام اليوم بالعالم بيسمى ديمقراطي مش أوتوقراطي، ديمقراطي مفروض الديمو يكون عنده تأثير، أوكي، بالقيادة، يأثر على القيادة، يعني العامة الناس الشعب يأثر على القيادة. إذا الشعب منو راضي على القيادة عنده كلمته يقولها بطريقة أو بأخرى، يا من خلال قائد آخر أوكي بيقود المجموعة، يا من خلال قيادة ذاتية لكل واحد من المجموعة. وهذا اللي هلأ عم نشوفه نحن، وهذا يلي عنده أكيد شروط على مستوى السلوك الشخصي ضمن المجموعة، لأنه سلوكك الشخصي شيء وسلوكك ضمن المجموعة يختلف كليا. هيدي مثل الفرق بين سلوكك على الإعلام، يعني إذا أنت مثلا موجود قدام الشاشة بتتصرف شيء، وأنت برات الشاشة يعني ما حدا شايفك لحالك بتتصرف شيء تاني، صح؟ هيدا الفرق هالقد كبير. بس نحنا بهمنا أكتر نضوي للناس على أنه يفهموا أنه، والمسؤولين كمان يفهموا لحتى يقربوا من بعضهم الفريقين، يغيروا الديناميكية الفكرية تبعهم لحتى السلوك يتغير، وبالتالي المسافة تقرب لنلاقي حل. اليوم بدنا حل، ما فينا نكفي هيك، بدنا حل. وإذا ما كان في تنازل بالاتجاهين ما رح نوصل لحل. الإنسان أيا كان تنازل من وين بيبلش؟ مين برأيك لازم يتنازل بالأول؟ المفروض يكون أوعى. مين بدك تقلي مين أوعى؟ أنت قلي. بسألك أنا كمان، أنا بحب أسأل، ما أنا ما بعرف كل شيء. مين أوعى برأيك؟ نحن لو وصلنا لهون كان في ناس واعيين قادونا إلى ما وصلنا إليه؟ للي بيعتبر حاله مسؤول نتوقع منه يكون هو عنده درجة وعي أكبر. إذا ما كان عنده إياها بيقدر يكون عنده ناس حواليه يساعدوه، أو إذا لا بيقدر أنه ينسحب من السلطة يرتاح. لأنه بالنهاية تعرف كنت أسأل ناس أصحابي أو عندي اتصال معهم، ليش عم بتترشحوا على مواقع مسؤولية؟ شو السبب؟ ليه عم تترشحوا على مواقع مسؤولية؟ في كتير أوقات لقي بوز، صمت، الناس تسكت، الأشخاص يلي مرشحين يسكتوا، يعني يكونوا عم بيفكروا، طيب أو ما بيعرفوا يجاوبوا. اليوم أنت بدك تجي على موقع مسؤولية بدك تخدم الناس، جاي كمان خدمة الناس، هذا يعني مفروض يكون أول جواب، هذا حتى لو ما كتير مقتنع فيه بس بدي يكون هذا أول جواب. أنت عم تحمل مسؤولية مركز شأن عام، منك أنت جاي عم تعمل شركة خاصة فيك أو بزنس. نحن مشكلتنا بلبنان أنه صار في خلط كتير منسميه نحن conflict of interest. شو يعني؟ يعني تضارب المصالح. تضارب مصالح. أنت اليوم بتجي على موقع مسؤولية بتكفي عندك شركتك أو عندك مسؤولية خاصة فيك، ما بتقدر أنت أنه تكون باثنين، بس تكون أنت بموقع مسؤولية عامة ما بتقدر تكون عم تشتغل وعم تفوتهم اثنيناتهم ببعضهم. هيدي شغلة خطرة كتير. يعني مثل نحن كأطباء مثلا، تخيل أنا كطبيب جاي عم بعطي محاضرة عن مرض عنده علاج بدواء معين، وهيدا العلاج هيدا الدواء أنا عندي أسهم بالشركة يلي عم بتسوق هيدا الدواء، يعني مش مقبولة انه اللي باللاوعي تبعك بدك تسوق للدواء 100%. وهيدي شغلة خطرة، لانه انا بصير اخرج عن حدود العلمية يلي انا ملتزم فيها وحلفت عليها لما انا حصلت على هالدور هيدا كطبيب، وبصير عندي وهي كتير عم بتصير، وبصير عندي اخطار
اني اذي المريض او المرضى، لانه بصير عندي توجه واعي او غير واعي اني اوصف نفس الدواء تبع هاي الشركه لكثير من المرضى حتى لو مش بحاجه لهذا الدواء. هيدي شغله كثير خطره، كثير كثير هالخلط بين اثنين، وهيدي احدى المآسي تبع المسؤوليه العامه يلي عم بتكون عم نشوفها بالبلد. يعني لازم يكون في نوع من حلفان على انه ما نخلط الموضوع العام بالمصالح الشخصية. هيدي نقطة خطرة كتير، وهيدي أكبر باب للفساد، أكبر باب للفساد، لأنه بصير في خلط دماغ اليمين ودماغ الشمال بفوتوا ببعضهم. شو بدك تقول لي شو الفرق بين دماغ اليمين ودماغ الشمال؟ ليش بفوتوا ببعض؟ تعرف إن إحنا ما عندنا دماغ واحد، عندنا دماغين، وكل حدا هلأ عم يحضرنا بيعرف إنه في بنفكر بطريقتين. بس إذا أنت عندك في دماغ بيحكي عن اللحظة اللي نحن فيها، وفي دماغ بيحكي عن الماضي والمستقبل وكذا، إذا أنت عندك أي شيء تعمله تاني نهار تحضر له، ما فيك تروح تتسلى وتروح تتعشى الليلة لنقول وما وتترك واجباتك الجامعية أو درسك أو امتحانك إلى آخره. شو بتعمل أنت؟ بصير دماغك اليمين يلي هو بيعيش اللحظة بشكل عام بيقول لك يك روح انبسط تتسلى مع أصحابك وكذا، دماغك الشمال بيذكرك أنه بكرة عندك امتحان، عندك واجبات، عندك شيء تحضره إلى آخره. هول النقطتين كل واحدة جاي من الدماغ. واحد بيقول لك هيك، أنت بتحتار، إذا كنت أنت منك أخذ القرار بصير كل دماغ عم يعطيك قرار مختلف، وبالتالي ما قدر أنت تعمل اثنين سوا، يا بدك تعمل هاي يا بدك تعمل هيدي. هون التشتت عندك على مستوى الشخص، بدك تخلي واحد يربح، يا دماغك اليمين بده ياخذ القرار ورغم انه عندك بكره التزام تروح تعمل ظهرتك وهيدا، يا دماغك الشمال بده يقول لك لا عود بالبيت عمول شغلك حضر حالك لبكره، وساعتها بتلغي ظهرتك. هلا اذا صار في صراع بين اثنين انت تطلع لهون ولهون، لانه بتصير انت بالبيت عم تفكر ببرا وانت برا عم تفكر ب اللي واجباتك. لاحظ كيف بتصير ديناميكيتنا نحن من على مستوى التعاطي الداخلي بعالمنا الداخلي بيننا وبين حالنا. هيدي نحن بحاجة لحتى نعمل توازن على مستوى داخل بيننا وبين حالنا. يعني بدي أقدر شغل اثنين بنفس الوقت. بدك تشغل اثنين؟ اثنين بنفس الوقت، بس يكون في عندي قوة بدماغ اليمين وبدماغ الشمال مع بعضهم بنفس الوقت، بقدر فعل بأكبر نسبة درجة الوعي تبعيتي إذا اشتغلوا الاثنين مع بعضهم. يعني إذا اشتغلوا بنسبة متوازنة، يعني 50% و50%، ما حدا يطغى على التاني، ما مش واحد يكون مسكر بشكل كامل على التاني 100%. لأنه إذا واحد سيطر على التاني يا أهواءك تاخدك أو واجباتك اوكي. انت بدك اثنين حتى تفكر بحالك، لانه شمال اوقات هو الواحد ومش عم نقدر لا هي هيدا علم بحد ذاته. بدك تسهل، يعني بتعرف ولا مره نحن بنسال حالنا اذا منظومتنا السلوكيه او مشاعر تبعولنا او القناعات والافكار تبعولنا هن صحيحين ولا لا، فيهم اشكال ونحن بحاجه لنعدل فيهم. اذا ما في مشاعر كيف بدك تشغل الاثنين؟ هيدي نحن هذا هلا هذا بنشرحه. في شيء اسمه تريون برين. شو يعني؟ يعني الدماغ ذو الطبقات الثلاثه. ثلاثه شو يعني؟ اي نعم، انت عندك اول طبقه بنسميها الطبقه الزاحفه، وهلا انت بتصنف العالم من خلال هالصوره هيدي. الطبقات الثلاثه، اول طبقه هو الدماغ الجذعي بنسميه، او الزاحف جزع الدماغ، او الدماغ الغرائزي، يعني الانسان يتحرك بشكل غريزي. على اي مستويات هيدي بتكون؟ على مستوى الحاجه لانك تاكل تشرب تنام وتتكاثر عبر الحياه الجنسيه. هولي الحاجات الغرائزيه
هن موجودين عند كلنا حتى عند الحيوانات، يعني ما بنفرق ما بعض بين البشر والحيوانات بهالنطاق هذا. هلا من بعد ما هول نأمنهم مننتقل لطابق تاني، مرحلة تانية، هي انك تحقق الامان عندك. هلا نحن عفوقة في ناس نزلوا على الطريق اليوم لانه هول مش قادرين يوصلوا لهم، يعني مش عم بيحسوا، مش قادرين يوصلوا للغرائز، يعني الغرائز الجنسيه والاكل والشرب، عشان هيك نزلوا على الشارع. هيدي عم خلقت لهم صعوبات بحياتهم اليوميه، يعني الناس ما عم بيقدر، يعني بالعربي المشبرح، ناس ما عم بيقدروا يعملوا علاقات جنسيه نزلوا على الشارع. لا اسمع، هلا في فيني يقولوا لك انا ما قادر بقى اجيب اولاد، عندهم كبت يعني، لا ما قادر انا اجيب اولاد وعيشهم بهذا البلد، انا ما قادر بقى اجيب اولاد اكثر من اللي عندي وخليهم يعيشوا المعاناه يلي انا مرقه فيها. من رحنا على الشق الاجتماعي، انت كنت عم تقول لي غير شيء، عم نحكي عن الغرائز. ما هو الغريزه الجنسيه هي انك تقدر بهدف الانجاب اساسا وبهدف اللذه من مرحله ثانيه، عندك هول الدورين على مستوى الغريزه الجنسيه. اذا ما عندك اياهم، اذا انت عايش ستريس وضغط بصير عندك نوع من عجز جنسي، اذا منك يعني اكيد بتعرف هالشيء، انه حتى فينا نعتبر بتروح الرغبة. في عدد كبير من اللبنانيين صار عندهم عجز جنسي لانه عايشين ستريس وضغط، هيدا الضغط النفسي والاجتماعي والحياه اليومي بيقدر ياثر عليك وبيمنعك من، مشان هيك اول فحص نعمل. طيب هول الناس اللي عندهم اليوم كبت اذا فينا نقول، او عندهم ما عم يقدروا يطلعوا هذه الطاقه الجنسيه منهم، توجه لهم على الكاميرا اليوم اذا هني كانوا موجودين بساحه الشارع، شو بتقول لهم؟ شو لازم يعملوا؟ هيدي لا هيدي مش بس هيدي شق، اوكي، بس قلهم هن لك هيدي الطاقه الموجوده فينا ما بتطلع بس عبر وسيله وحده، انه والله بتطلع بس عبر سلوك الجنسي، او لا، فيها تطلع بعده اشياء، بالتعبير بعدة طرق. فيك تعبرها من خلال رأي تقدر تعبر عنه، من خلال تصرف انك تقوم فيه تعمله، من خلال مشروع حل لمشكلة على مستواك الشخصي او على مستوى مجموعة. في عندك عدة طرق تقدر انت انك تستعملها لحتى تقدر طلع هالضغط يلي انت عايشه جوا، من خلال يمكن بخلال الفن، من خلال اختراع شيء، تظاهر، من خلال تعبير لفظي او تعبير سلوكي، او موقف معين تاخده، سواء موقف ايجابي يعني تعمله او ما تعمل شيء، يعني لانه نحن مبرمجين اجتماعيا على امور معينه، فيني وقف اعملها اذا انا ماني راضي عنها كموقف، او اعمل اشياء ما كنت اعملها قبل قررت اني اعملها هلا لانه ما بقى فيني اقبل الوضع يلي انا فيه. وهيدي بنسميها الثوره على الذات اكثر ما هي ثوره على نظام او على السلطه او على اشخاص بالسلطه. بتصير ثوره على حاله الانسان اول شيء، انا ما بقبل بقى اكون هيك مثلا، مشان هيك انا حاتصرف بطريقه مختلفه على اللي كنت عم بتصرفها قبل. يعني لما انا بفقد الشعور بالامان من بعد انه اذا قدرت اكل، هلا بتعرف جيبوا لهم للشبيبه والصبايا، جيبوا لهم اكل للي عم بيكونوا موجودين. ما بعرف اذا يعني مين وكذا اللي كان عم بيعملها، بكل الاحوال ان كان هم جابوا لهم برافو، لانه اشخاص بدهم هي بده يستمروا، والاشياء اللي والله سفرات او اشخاص متمولين. انت في سفرات برايك؟ ما بقى ما انا ما بعرف، يعني انه ما ماني ما, ما ما ليك انا من الاشخاص يلي ما بقول شيء ما عندي اثبات عليه بشكل مباشر، لانه كل الاحتمالات بهذا العالم موجوده، بس طالما نحن ما عندنا شيء يثبت هالشيء، ليه بدنا نقول هيك او هيك او هيك او هيك؟ شو اللي بدي، شو اللي بيخليني؟ الا اذا عندي هدف انه عم جرب اني صور الامور بطريقه بتناسبني لإلي، يعني اذا انا بدي صورها بشكل مصلحتي الشخصيه بقدر انا اعمل سيناريو، خيالنا كتير كبير ما في شيء بيوقفنا. هلا من بعد ما انا حس انه مرحله تانية ما عندي امان ومعرض، بطلع ساعتها اذا انا ببيتي مش قادر احس بالامان، شو بعمل؟ بنزل على الطريق ساعتها،
هيدي خطوة مختلفة. هلا نزلت أنا على الطريق وصار في غيري عم ينزل، صار في عجقة، صار في مجموعة كبيرة من الأشخاص. طيب هون بدك تقول لي طيب هول الناس وين كانوا قبل من فترة، من جمعتين وين كانوا، من شهر وين كانوا، ما موجودين مطرح ما هن كانوا موجودين. بس الفرق انه في كتير اشخاص بتعرف لحتى الانسان يعمل يحس بحاله موجود شو بيعمل، بيجرب انه ينتمي لشيء لانه ما قدر بعد على مستوى النضوج الشخصي تبعه والوعي الشخصي. يعني اول شيء كنت عم تحكيني عن نوع من الكبت، واوله الكبت الجنسي كمان دفع الناس ينزلوا، اليوم عم تحكيني عن وعي. فينا نقول في ناس من المسؤولين كمان عنا مش واعيين على اللي عم بيصير، مش واعيين على اللي عم بيعمل. نحن عنا على طول وعي نسبي، نحن الوعي تبعنا وعي نسبي، ما حدا بيدعي انه ليش في عنا مدرسة وعي، لانه هيدي انت تلميذ وانا وكل واحد باللي عم يحضرنا هلا وحتى المسؤولين والسياسيين هم تلميذ، بعدهم تلميذ بمدرسة الوعي، لانه هن اذا ما كانوا اليوم وعيهم اكبر من امبارح وبكرة وبعد بكرة وعيهم اكبر من اليوم كارثة. طيب هول الناس اللي عم نحكي عنهم اليوم عم يفشوا خلقهم بالتظاهرة لانه عندهم كبت وعندهم اوجاع وعندهم معاناة، شو بتقلهم اليوم؟ شو بتنصحهم كطبيب؟ انا بقلهم انه اي شيء ممكن بدون ما يأذي غيرهم، ها أهم شيء ما يأذي الآخرين، بيقدر يحسسهم بحرية على كيف مستوى بنحسوا فيها هيدا؟ على مستوى هلأ عم بيحسوا فيها. ليش ما بيطلعوا من الشارع بالأول ما كانوا عم بيحسوا فيه؟ ليش؟ أكيد لا، لو وصلوا لهون، لو وصلوا لهون هيدا هو الضغط. أي شيء تضغطه أنت بده يجي وقت يفقع. ليك نحن معمولين من تركيبة بيولوجية، هاي التركيبة البيولوجية عندها مخارج، ممرات، تنفيسات بطرق مختلفة متعددة. يعني إذا كان الضغط كبير قديش بيكون الانفجار كبير؟ شفته أنت. أي شخص اليوم بيعرف بمنظومة اللبنانية بيتوقع يشوف من جمعتين يلي عم بيشوفه اليوم ومبارح أول مبارح وبكرة وبعد. يعني أنا شخصيا كمراقب وكطبيب ورجل علم، إذا بدي أقرأ السلوك البشري أنه طبيعي من خلال نمو أو من خلال تطور الإنسان بلاقي أنه كنا نحن بدرجة الثالثة. شو هي الدرجة الثالثة؟ يلي هو من بعد ما حكينا عن الغريزة والأمان نحكي على شيء منسميه نحن الانتماء لعيلة، لإسم، لوظيفة، لمجموعة، لحزب، لطايفة، لبلد، للغة، لبدك. يعني هيدا الانتماء هو نقيض تطور الإنسان. الإنسان كل ما كان عنده عجز على أنه يتخلى عن فكرة معينة أو انتماء معين، كون اكتشف بمرحلة معينة أنه يتناقض مع وعيه وقناعاته الذاتية، هو عايش بنوع من إدمان عاطفي على دور معين عم يلعبه. وين بده يترجم هذه العاطفة؟ بده يترجمها هاي العاطفة بالدور يلي هو بياخده أو بيعطى لإله. يا حدا بيعطيه يا هو بيلعبه بشكل، يعني يا هو بده يعطيه يا هو بده ياخده بالقوة بطريقة من الطرق. هلأ لما بيوصل لمرحلة بيحس انه هالارتباط العاطفي اللي عنده اياه بس ياخده بحس، يعني بس اوقات بيكون عايش ادمان. كيف تعمل ادمان المخدرات؟ بيكون عندك ادمان كامل على هالانتماء اللي عندك اياه وبتكون ماشي فيه بشكل اعمى. يعني هيدي بنسميها بي بلايند بيلونجينج، يعني انتماء اعمى ماشي فيه ليجي يصير شيء معك يدق فيك بوجودك. إذا دق فيه بيوجعه، بس يدق فيك بتحس حالك كأنك نايم وفجأة وعيت. ليك كيف بس يدق فيه بيوعك؟ ايه بس يدق فيك. طالما انت مش منتبه بتضلك نايم، بتضلك او منايمين. لو دق فيه بيدل نايم؟
ايه هلا ممكن اذا نومك عميق تضلك نايم بستيج 4 يعني بتعرف نحن النوم تبعنا منه نوم واحد منبلش بمرحلة الأولى من النوم مرحلة الثالثة تانية هولي سطحية ثالثة رابعة عميقة وبعدين عندك الحلم هول المراحل الخمس إذا كنت أنت بالثالث وبالرابع وعيتك صعبة تاخد وقت ويمكن ما توعى بالمرة أما إذا كنت بالمرحلة الأولى والثانية وخاصة بمرحلة الحلم اللي هي الخامسة هاي منسميها REM sleep يعني rapid eye movements يعني عينك انت ونايم تطلع بشخص نايم عم تتحرك عينه هو ما عم يتحرك جسمه ولكن واعي على مستوى الدماغ هيدا مشان هيك في ناس بتوعى من وراء حلم مش بس من وراء حقيقة او تجربة قوية او صدمة عاشتها بالواقع الملموس الخارجي تبعها ممكن توعى من وراء حلم بخليها ترجع تراجع حساباتها وهيدا الشيء انا بتمنيه لكل الاشخاص ان كانوا مواطنين او كانوا بموقع مسؤوليه سياسيين يرجعوا يتكلوا على شيء بسميه انا حلم اليقظه اذا بيتمرنوا على انه يعيشوا تجربه حلم اليقظه بيقدروا يحلوا اكبر مشكله عم بتواجههم على مستوى دورهم على مستوى البلد ككل يعني إذا كان عندي أي شخص بيسألني كيف فيني أنا حل هالمشكلة بقول له أول شيء تعلم تحط حالك تفوت على أعلى درجة من الوعي أنت واعي مش أنت ونايم بالحلم أنت واعي هيدي تتمرن عليها من خلال البايو فيدباك هيدي ماشين بتساعدك لحتى أنت تحط حالك بهيدا الجو نعم طريقة يعني تكنيك صغيرة بتصير أنت تقدر تسيطر على ذاتك وتخلي الوعي تبعك يكبر انت واعي لحتى تستقطب الحلول للمشكلة اللي عندك لانه كل مشكل بتفوت فيه عنده الحل تبعه ناطرك برات وعيك العادي من بعد ما تفوت فيه برات وعيك العادي هلا اذا انت حفزت وعيك ودخلته على الخط انت بتقدر تقلب المقاييس انت وبوعيك العادي من دون اي صعوبة ومنك بحاجة نعم. لكتير مستشارين حواليك يخبروك خبريات شمال ويمين ويضيعوك نعم. يعني هيدي تالت نقطة ما بعرف اذا بدك تاخد بريك او خلصنا او ما بعرف خلص وقتنا اوكي لكن رابع مرحلة لحتى بس اقولها ان هي رابع مرحلة من بعد ما انا اتحرر من الانتماء الاعمى تبعي بوصل لشيء اسمه الشعور بتقدير الذات ما بقى ناطر تقدير غيري لإلي صرت أنا بدي أقدر حالي مش إن هيك أنا بنطفد على حالي على مستوى الثورة الذاتية تبعي من خلال الوعي اللي بكون وصلت له ومن مرحلة آخر مرحلة هي تحقيق الذات يلي أنا بدي حقق ذاتي اليوم ما فيني إلا ما أقطع بتقديري ذاتي لنفسي نعم. يعني بدي اقطع بهاي سيلف استيم هيدي بس تيجي مني انا ما بقى تيجي من الاخرين هون بصير عندي الرضا على ذاتي بصير راضي عن نفسي بصير قادر اني اوصل على مستوى الفرد والجماعه بشكل اكبر لحتى احقق المستحيل بكون اكيد عم ارجع ادلك اياها المستحيل يلي كنا مفكرينه مستحيل بصير بهد المستوى هيدا واقع. ممكن وكتير سهل ان نوصل له حتى لو تعذبنا شكرا لك الباحث في علم الدماغ السلوكي الدكتور أنطوان سعد انا لهون بوصل لختام هذه الفترة المباشرة متابعة لكل الاوضاع بتمام 7:30 نشرة مفصلة لاخر واهم الاخبار الى اللقاء